السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم أصحاب توك سو. هذا جانك فايز زولد أدي أدي السلامة يا وحرجينا يا ملك استأذن أك جوكتين لما أنتي أنا قوضنا متقبتين سود. هذا أصحاب تقالي إيه ما أنتوا حنو هايا سكراب كي عيد سكراب عجيب إيه جرك سيدا أولقاي عليا بيسين قروح ذا دلال كان عوما ذا سكراب وحوا عيد أو تلقلي عجيب إيه مركو حاد لي أصحاب تسلو قاعد أنت عيد كديما يا مال أنت عيد دبا قروح ذا ويا بيسين هدي استعمال شنجر كين سيدا أولقاي عليا سيدا أبدلاي إن ألعاب دبيعي هنا واي وما شاء الله إيه مركو حاد لي هاي السود وهذا أدي أذن أمها سنتهين فيديو لايك لها شير جري أصحابتين وشير جري لايك تنها المامنة إن شاء الله فيديو لايك بدن سارة أدي أذن أمها ما تسنتهين سودو هذا مركز أصحاب تقالي إيه مركو هرا وحا أباهن هاي استعمالينا صابون ضوف صابون ضوف مركا إن كل قد موضة استعمالينا نوسان كاستعمالينا مركا مركا هرا وحا سمينا صابون تا سهولينا نوسان كسهولينا كبعد إسكسونا قلينا إن شاء الله waatna saabuntii nuska soo holnay nuska kalena insha Allah marka la sameysanayna hada nuska ka isticmaalana nuska sa u baahanahay waxa kale isticmaalana sokor sokorta marka waxa ka isticmaalana qiyaastii nus bakeri iyo waxa kale isticmaalana qaxwo turki qaxwada idin waxa ka isticmaalana nus bakeri alaabta isticmaalayna kulligood waxa ka wada isticmaalana nus bakeri marka qaxwadan idin waxa ka isticmaalana nus bakeri وحكى لو استعمالنا فلاكسيد أو سوشيدني إن بقول لنا يركو حنا وجرى سجن وحوي فلاكسيد فلاكسيد كمركو حاسمين وسوشيدني أصلا استعمالنا ما شاء الله فلاكسيد كو حوي جرك هذا ورقايا سفي عن ورقايا ناعم وكرقايا نعوم وصينا يا إدلال مركا إن فلاكسيد كنا وحكى استعمالنا نسبكيري وحكى لو استعمالنا بورش بورش كنا سوشيدني سجن وحكى استعمالنا نسبكيري مرك أنت سوى أصحاب تسكراب كين أنت سوى كوبية أنت سوى باهن هاي مرك هو روح واسد يحكي لنا سفي عن سوق قصينا كده من الحياة وهكلا أوقيان كإيه أكذا لو قدر سنينا هذا نروح أقصد قدر سنينا إن صابون تأو صو هولني صابون تنا هالحب كامل مئهين وحي هذا إن نص صابون تضاف صابون تضاف نص كذا استعمالني أو صو هولني مرك أنت سفي عن أسكون يحكي لنا سفي عن السوق قصينا كده من ألعاب تكلوا قيان كان قصود درسنا ألعاب تقصود درسنا أصحاب توحى ألعاب كل جود أسكو وذا إك إن شقذ أو سكين كي وقبناين أما جركي وقبناين مرك أربع قلوب حق صوشة من السكر سكر تنو حواي مقشر أو طبيعي إيه يعني وحواء سكراب أو طبيعي إيه جركي وحيك قاعدة سديد سكين كا وحيسين سكين كا إن نعومة يا دلال ما شاء الله سكرتنا لازم مقشر كإن قدر الله إنه مقشر كأما إن سكراب كحوي سكرت اللي أنتي سم شقيناي مركا مركا ربع قلوب بحق صوص شبني نص بكيري أو سكر إيه وحق لك صوص شبني قهوة إن قهوة ده استعمالنا وحواي قهوة تركي قهوة ده إذا أصحابته وحواي تقشير طبيعي يعني وحواي سكراب أو طبيعي إيه سكينك إذا وحيك قاعدة سديد سكينك ميدب كانوا فريسة نعوما ويسين ساق قهوة إذا ما شاء الله وحق لك استعمالنا وقصوا درسني إن فلاكسيد فلاكسيد كأسجن جيرك آذ وقرحيا سكين كآذ وقرحيا مذا كوفرايا وعدينايا سدو كلا نعوم وسينايا إدلال ناعم وقد جاي جيرك مركز توصل استعمال آذ وناعم وقد جاي جيرك إن دلال نواسينايا ما شاء الله وحكى لك صوت درسني بورش بورش كأسجن قرحين تعلو استعماله وحبذنا ماسكات كأن صوت درسني سدو كلا تمهنا والله استعماله بورش كمركو حولي هي مادة أو صابوني وليها جيرك آذ ونقا آذ ونظيفنايا جيرك وحو في عيني هي فننكا فننكا يعني دي وجهة فنن أكل هذا هاي أما ضد كإيميلها يعني فنن هدي أكل هذا هاي ما شاء الله فنن كأذ وقفي فيها جرك أنا نظيفة وكده جاي سيد صابون تعمله أذ ونظيفنا يا جرك بحك قاعدة جديد سكين ك خلالك وفي عيني هاي جرك وقوينا يا بارش كأسكن حوالي مقشر طبيعي أما إن سكراب أو طبيعي وحكى لك صوت درسنا صابون ضاف صابون ضاف ترى ما شاء الله صابون في عواي أو جرك قوينا سيد ناعم كده جاي سو وفي عن جرك أو خلالا مرك أنت سامنت أنك رجعنا سكراب كينا حنا هاد قصو شبنينا أو قصو قصنينا إن سريد سريد استعمالنا إنه حواي سريد قنبو سريد قنبو أو فريش إيه أي سريد قنبو إهن ولا استعمال كره دي أرتين سريد بارشودة أو استعمال كرتين سريد قنبو أهي ستين أو استعمال السن سريد قنبو هدي أهي سننا أي سريد أو هي ستين أو جرك لو استعمال كره واستعمال السن كأنا كده حاو استعمالنا سريد قنبو إن سريد قنبو هن جرك آذي وقرح سا آذي وفي عنتهاي حتى وحلا صمستا إن مساجرك ولا قم ساجيا قروحي كده يسجرك ناعمي كده يسجرك
sidoo kale bakteeriyada dilaysa bakteeriyada jirka qaadaysa ay ka dilaysa maasha Allah aad u fiican tahay saliidda qumbaha waxa kale ugu dambeeya oo isticmaalayna ma'a ward biyaha ubaxa isticmaalayna asagana biyaha ubaxana waxaan ka helaynaa nacuuma iyo dhalaal iyo caraf maasha Allah biyaha ubaxana jirka aaday u qurxiyaan iyo wejigaba marka scrubkeena asxaabta maanta intaasuu ka kooban yahay scrubkan waxaa ugu talagalnay ciidda maasha Allah scrub waxa waaye jirka aada u qurxinaayo yacni labada beri oo ciidda ka dhibna haddii la isticmaalo iyo maalinta ciiddaba wax badan iska bedelaya jirkiina insha allah marka asxaabta isticmaala broobey alaabta waa ka wada heli doontiin inta ciidda ka dhiman labada beri oo ciidda ka dhiman broobey fiiri isticmaala iyo maalinta ciiddaba ilmahana waa loo marin karaa ilmahana u mariya waxawaay scrub dabiici ah oo ilmaha aan waxba u dhimaynin jirkooda qurxina uga dhigta maahina yacni waxay u geysanayso dhibaato ma lahan wax iska dabiici ah waaye si fiicanna u shaqeynaya jirka ilmaha u dhaqaayo oo nacuumi iyo dhalaal ay ka helayaan iyo qurux isticmaalkiisana asxaabta waxa waaye jirka iyo wejiga baa loo isticmaali karaa scrubkan waxa waaye jirka iyo wejiga baa loo isticmaalayaa waa loo isticmaali karaa haddii la rabo waa la badsan karaa waa la badsanayaa talaajadaa gashanaysa talaajadaa ka isticmaali kartaa talaajadaa ka isticmaali kartaa ilaa iyo isbuuc isbuuc kadibna waxa waaye in la bedelo waa laazim in la bedelo isbuuc ka bacdina waxa waaye haddii la rabo yacni mid kaloo cusub aa la samaysanayaa scrub waxa waaye maasha allah aada iyo aada u fiican oo si fiican u shaqeynayo marka waxaan leeyahay asxaabta isla ogaada scrubkan insha allah waa ka wada heli doontiin aada iyo aadan u mahadsan tihiin aada idin kaga mahadcelinaya daawashadiina quruxda badan insha allah waxaan oblan ay videoga dambe waxaan idinkaga tegayaa khayr badan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu